بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. وصلنا لاصحاح 16 من سفر الرؤيا من اول عدد 10. انا مش هلخص اللي قلناه لانه قلناه كذا مره قبل كده. احنا بقالنا فتره ما جناش التفسير يعني الاسباب كتيره، لكن معلش، لكن في وسط الكلام هنفتكر عشان ما ناخدش وقت، وفي وسط الكلام لو في فرصه هنقول حاجات كده قلناها قبل كده. يقول: ثم سكب الملاك السادس اخطيت، بس النظارة الواحد ده بيعرف يقرا بالنظارة بتاعت المشي ولا نظارة القراية. ثم سكب الملاك الخامس جامع العرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع. احنا وصلنا للجامة الخامسة والملاك الخامس. خلي بالكم من الجامة، من أول ما قلنا الجامة الأولى واحنا بنقول الوحش، سيرة الوحش، كل جامعة يقول الوحش الوحش الوحش. ده يثبت ان من اول الجامات بدأنا في نهاية الايام. الوحش اللي هو الضيقة العظيمة، الضيقة العظيمة، الضيقة العظيمة اللي قلنا قبل كده مع بدايتها، اللي فيها القديسين هيمسكوا في ربنا، والناس اللي تبع الوحش او تبع الانتي كرايست او تبع الشيطان هيمسكوا في العالم وفي الدنيا. في الفترة دي الشيطان زي ما قلنا قبل كده يمكن اطلق سراحه، يعني الشيطان في حربه مع المسيح اتغلب مرتين هزيمة نقراء، وخصوصا في الصليب. اتهزم مرة اولى في التجربة على الجبل لحين، بعدين انهزم وقبض عليه في الهزيمة الثانية على الصليب. لكن الشيطان في الفترة من أول ما المسيح قام أو اتصلب وتأكد أو مات على الصليب، والشيطان اتأكد ده ابن الله، طبعا كان عايز ياخد نفسه، ما قدرش، إن هو الله، وسبى سبي المسيح وأصعد كل اللي اتنيحوا على رجاء القيام من العهد القديم، طلعهم للفردوس، والملك انهزم، الشيطان اتهزم. بس الشيطان لما انهزم قبض عليه، لكن سايب لحاجة صغيرة. احد القديسين قال حاجة حلوة قوي، قال ايه؟ قال الشيطان بيضحك علينا ليه؟ مع ان المفروض المسيح انتصر عليه، بس بيضحك علينا لان احنا اللي بنروح له برجلينا. زي بالظبط ما واحد كده زي حالتي كده يخاف من البوبي، يعني كلاب، فلازم يبقى مربوط كويس، كلب لازم مربوط عشان اخش البيت ده. فالمربوط ده رابطه في رباط كده، يعني ما يقدرش يجي لي الا لو انا ايه؟ رحت له. لو رحت له عنده بقى ممكن بقى يهبش، انا بخاف انا. فالشيطان كده مربوط، بس مربوط بايه؟ برابطه كده معينه. الرابطه دي ايه؟ انا ممكن ما يجيش جنبي طول ما انا ما بجيش جنبه، طول ما انا مش رايح له، مش بشتهي في العالم مع المسيح. فالشيطان ما عليهوش حاجه علينا، لكن في نهايه الايام الشيطان هيتساب ويبقى قوي، وقوته اقوى من كده بكتير. عشان كده الضعاف او الفاترين روحيا او بعد الشر بقى اللي هم مش مع المسيح خالص، دول ما هينهزموا، ودول اللي هيتعبهم خالص سمة الوحش او الوحش في اخر الايام، هيزيدوا سوء. اما القديسين، وده شفناه من اول الجامعة الاولى وهنشوفه بعد كده، هيمسكوا اكتر في المسيح في الايام الاخيرة، مش هيتعبهم او يبقى الوحش هو التجال. عرش الوحش هو الملك الارضي. يعني بيقول ايه؟ ثم سكب الملاك الخامس جامع على عرش الوحش. ايه هو عرش الوحش؟ الملك الارضي. وخلي بالك ان الشيطان هو يملك الارض، يعني كون المسيح بعد الصلب قبضه ومسكه، لكن هو الارض دي بتاعته، مملكته. علشان كده انا لو مش في بالي وفي ذهن الارض والممالك الارضيه، الشيطان ملوش حاجه عندي. عشان كده اللي بينزل في المعمودية ويطلع ده بتاع المسيح، فملهوش حاجة في الشيطان، لأن احنا لما دخلنا في المعمودية وطلعنا احنا مش أرضيين خالص، احنا سمائيين. وإذا كنا عايشين في الأرض لفترة، لكن في الآخر احنا مش أرضيين، إلا اللي هو يشتهي الأرض ويشتهي الأرضيات، ده اللي هو سلب مسيحه، ها، وخلع المسيح اللي لبسه في المعمودية وحط نفسه مع الشيطان. ده اللي هو إيه؟ ده اللي يتخاف عليه، ده اللي هو إيه؟ ها، عرش الوحش، اللي هو مع الوحش في الممالك الارضيه. لان المسيح لما جه، والمزمور يقول ايه؟ المسيح ملك على ايه؟ على خشبه، ما ملكش على الارض.
لكن الشيطان منذ ما آدم وحواء وقعوا ها، فالشيطان ايه بقى؟ هو اللي ماسك ايه الارض، مملكة الارض. طب هو دلوقتي ايه؟ دلوقتي هو مربوط، هو مربوط مش سايب، لكن في اخر الايام هيسيب اكتر، وهيسيب اكتر لمين؟ للي هم ارضيين زيه، مش اللي في مملكة المسيح السمائية. ولكن المسيح ملك على ايه؟ على خشبة. ملك على خشبة ايه؟ اول ما تسمع المسيح ملك على خشبة، يعني ملك على ايه؟ على الناس بالايه؟ بالمحبة، بالمحبة. المسيح ملك بايه؟ بالمحبة، بغزن الزيتون لما دخل اورشليم، بزعف النخل، كل ده رمز المحبة. لكن ما ملكش عليهم بالقوة، ما ملكش عليهم بالقوة. عشان كده تملي احنا كمسيحيين، تملي يرمزونا بايه؟ بالسلام، بالمحبة. لكن الناس دي ما تعرفش ما زي بيسامحوا، مش قالوا كده؟ الناس دي معمولة من ايه؟ معمولة من ايه؟ معمولة من المسيح. والمسيح جاي يملك على ايه؟ على الخشبة. الخشبة هي ايه؟ هي المحبة. هكذا حب الله الايه؟ العالم، حتى بذل ابنه، بذل. لان الخشبة الصليب يعني ايه؟ يعني بذل، بذل. فلو انت باذل زي المسيح ما تخافش من الايام الاخيرة. لو انت ارضي وتملي في بالك وفي مخك الند وسيف بسيف وعمل له عمل له، يبقى انسان، ده انسان، ده اللي يخاف من ايامه الاخيره. فصارت مملكته مظلمه. مين هو ده المملكة مظلمه؟ اللي هيجلسوا على عرش الوحش، اللي تبع الوحش، مملكتهم طبعا مظلمه. ممكن يكونوا هما شايفين ان هي حاجه كويسه، احنا اقوياء، ها احنا زي الوحش، وهنشوف ده بعد كده. لكن هما في الاخر لا، هما مملكه مظلمه، لان مملكته منوره، هو اللي في المعموديه. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنخش من الظلمه من الغرب للشرق، من الظلمه للنور. فاحنا مملكتنا مش مظلمه. وكانوا يعضون على السنتهم من الوجع. الوجع يعني ايه الوجع؟ من الغيظ. عارفين لما الواحد يتغاظ فيعمل كده، يبقى متضايق مش عارف يطلع اللي جواه. هما كانوا هيبقوا كده، اللي هما اتباع الوحش. في منهم ولاد العالم، وفي منهم كانوا ولاد المسيح، لكن اخذوا سمة الوحش لانهم كانوا ارضيين من الوجع، وجدفوا على اله السماء. هنا بقى شيء غريب جدا، ان في اخر الايام اللي بيفكر يبقى وحش هيبقى وحش، وهيزداد ايه؟ وحاشة. ربنا عمل كل ده ليه؟ عشان الناس ترجع. لكن للاسف، للاسف هما بيزيدوا في ايه؟ في غزهم، بيزيدوا في شرهم، يزيدوا. الذي عنده يعطى وايه؟ ويزاد. اما الذي ليس له فالذي عنده يؤخذ ايه؟ يؤخذ منه. حاجه صعبه جدا. يا ربنا عمل كل ده ليه؟ علشان الناس ترجع له، مش العكس. طب احنا نستفيد ايه من الكلام ده؟ خلي بالك احنا، عشان برضو اللي نسي او ما خدش باله، سفر الرؤيا او اي نبوات في الدنيا هي بتفسر لنبوات قريبه، وبعدين عشان تجيب حاجه بعيده، وده اللي قلناها في العزه بتاعت يوم الاحد. رقم واحد. رقم اتنين، احنا ممكن احنا مش هنعيش الايام الاخيره دي، طب احنا نستفيد ايه يعني؟ يعني نستفيد ايه؟ ايه الاستفاده اللي احنا ناخدها؟ لا، الاستفاده احنا ناخدها مثلا من اي زي كده، حاجه مهمه جدا. انت لما بتبقى غلط بتعمل ايه؟ بتسمع ولا بتزداد تعب لما حد بيقولك انت غلط؟ يعني انا النهارده انا بشرح الايه دي بحط نفسي كده مكان اشخاص دول. انا كاهن بقى، وانا كويس وانا حلو، وفاكر انا حلو وبروح الكنيسه وبعمل. طب لما يجي واحد يقول انت غلط، وببقى فعلا غلط، بعض على كده شفتي واتغاظ ان هو طلعني غلط، ولا بحاسب نفسي؟ ما هو الناس دي في اخر ايام لما حد يقول انت غلط، وربنا قال لهم انت غلط، وبيبين لهم نبوات وبيبين لهم علامات معينه، بيتغاظوا اكتر. يعني مش غلط، انت مين انت عشان تقول لي؟ هو ربنا يعني شافي؟ ده في ناس لما تقول انت غلط ما تجيش الكنيسه، لان الناس تقول انت غلط. ممكن يعني مش بطريقه حتى مفزعه، ولا بطريقه مثلا فيها، لا، زي ما ربنا لما كان على الارض وكان بدا يتكلم مع الكتب والفريسيين، ويل لكم ايها الكتب والفريسيين. طب عملوا ايه؟ من اول يوم ربنا خدم فيه كان بيقول لهم خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم. لا، بدأوا ايه؟ بدل ما يسمعوا ويحاولوا يحاسبوا انفسهم زي ناس زي نيكوديموس، ما هو ده كان فريسي بس حاسب نفسه، زي يوسف الرامي، ما كان من الناس المشاهير في المجمع سنهدريم، حاسب نفسه. طب فين الناس الباقيه؟ ما حاسبتش نفسها ليه؟ بالعكس، ده ازدادوا ايه؟ غيظ. وحتى لو هتقول حاجه كويسه بالنسبه لي، طب ربنا كل كلامه كويس، لا، هطلعها لك وحشه. يعني يوم ما تعمل معجزه يوم سبت، لا، غلط،
طب غلط ليه؟ هو كده، مش انت بقى بتقول انا غلط، انت غلط في كل حاجه. دي بنشوفها كتير في الايام دي، بنشوفها كتير. تبص ايه عمالين يطلعوا اي حد غلط وخلاص، اي حد غلط ده ممكن يعمل حاجه كويسه ويحولوها لايه؟ بنشوفها كتير قوي يعني، ربنا يديله طول العمر سيدنا البابا يعني ويرجعه بالسلامه. الراجل ده شايف حاجات غريبه جدا، انا بيصعب عليا بصراحه، بيعمل حاجات كويسه يعني انا اشوفها كويس. واحد يقول لك بص يا عم ايه ده؟ يعني ايه 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 ده؟ ايه الكونسبت ده يعني؟ ايه 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 المفاهيم دي يعني؟ ازاي يعني؟ لدرجه ان هو يعض على ايه؟ على اساس موجود، وجدفوا على اله السماء، بدل ما يرجعوا له يجدفوا عليه. من اوجاعهم ومن جروحهم ولم يتوبوا عن اعمالهم. دي برضه ممكن برضه نفسرها علينا احنا ازاي؟ يا ترى لما بتجيلك تجربه بتفسرها ازاي؟ لما بتجيلك تجربه بتفكر فيها ازاي؟ ها؟ بتفكر فيها ازاي بتجيلك تجربه؟ هل بعد الشر بنجدف على اسم الله؟ ولا بنحس ان ربنا بعتنا دي ممكن من محبته لينا؟ ممكن عشان نتنقى، ممكن عشان حاجات كتيره. وخلي بالك في حاجه مهمه جدا، احنا كويسين جدا في الوعظ. يعني لما حد يبقى تعبان، والموضوع ده بيتعبني جدا على فكره، وناس كتيرة تتعب منه، يا ابونا بييجوا يوعظوني، ما تجربه اتحملها. لا انا بنقول الكلام ده لينا احنا. لينا انا يعني اول ما اشوف حد في تجربه ما اقولوش كده، انا ككان حد ما اقولوش كده. الا بقى لو ايه يعني حسيت ممكن يتحمل، فقول له طب معلش ربنا يعني بيحاول ان هو يعني خد التجربه بقى وانا كاهن. لكن اول حاجه بتيجي في مخي يا ترى انا لو مكانه هعمل ايه؟ هشوفها ازاي؟ يا رب لما تديني التجربه اديني معاها الصبر والمنفذ. دي اول حاجه الواحد يفكر فيها. رحت لواحد مريض، واحد حزين، اول حاجه تفكر فيها لو انا مكانه. عارف لو انت حطيت نفسك مكانه هتحس بضعفه، فتقول له كلام حلو من غير ما يتعبه. ربنا يقويك، ربنا يساعدك، لان انت فيه طبعا ده مش سهل، لكن معلش اتعايش مع الموضوع. انا عارف ان هو صعب، انا مش عارف اقول لك. عارف لو رحت لواحد تعبان وتقول له انا مش عارف اقول لك ايه، الله يكون في عونك، ده سينف يحس انك انت تعالى لي كل يوم. لكن لو تقول له بص خلي بالك معلش دي تجربه، وتجربه تحملها، وانت بينقيك نقيك كده، ممكن يكون هو مش قاضي، انت بتقول انت خاطي وينقيك، بتقول له ايه يعني؟ فخلي بالك قوي من الكلام ده، فخصوصا ايه انك انت ايه. طب انت لو موجوع دي تدينا التجربه. هم لما شافوا التجربه بدل ما يرجعوا لربنا جدفوا على ايه؟ لازم. عشان كده ربنا قال يعني لما ابن الانسان يجي في نهايه الايام قال لعله يجد الايمان على الارض. لان الناس اللي فاكره نفسها حلوه لما ربنا اداها التجارب في اخر الايام هيجدفوا على اسم الاله. طبعا ده غير الناس اللي اصلا ايه؟ حالهم صعب. بتبقى ايام صعبه. ثم سكب الملاك السادس جاموا على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه لكي يعد الطريق الملوك الذين من مشرق الشمس. اشمعنى نهر الفرات؟ ثم سكب الملاك السادس جاموا على النهر الكبير الفرات. اشمعنى الفرات؟ خلي بالك تملي، في ناس تحب تفسر سفر الرؤيا يقول لك نهر الفرات يحصل كذا وينشف في طريقه معينه. الكلام ده مش مظبوط قوي، واذا كان في منه بعض الشيء اللي ممكن يبقى مظبوط، لكن تملي خلي بالك سفر الرؤيا هو سفر رمزي، كل حاجه فيه رمزيه. فلما يجي يقول نهر الفرات ارجع، نهر الفرات يمثل ايه؟ نهر الفرات تملي، وبابل تملي رمز المملكة الشر، رمز زي ما تقول مثلا ايه مصر في العهد القديم رمز للشيطان، فرعون رمز للشيطان. فلما تيجي زينة مصر حتى في العهد الجديد في بعض الاوقات تبقى رمز لايه؟ رمز، مش هي شيطان. يعني النهارده نهر الفرات مش وحش، بابل النهارده العراق ما فيها مسيحيين، لا انا بقول رمز للشيطان. في فرق ما بين رمز وهي كده، فاهمين؟ فيعني ايش معنى بقى؟ فيقول لك ثم سكب الملاك السادس جاموا على نهر الكبير الفرات. يعني ايه سكب جاموا؟ سكب غضبوا على ايه؟ على الاشرار. يعني نهر الفرات رمز للشر، الكبير الفرات فنشف ماء. نشف ماء يعني ايه؟ يعني الاباحيه كترت قوي زي ما كان ايام زمان في بابل ونهر الفرات. اشمعنى بقى نهر الفرات؟ نقول لكم كده بسرعه، اكتر وقت شعب الله الشعب اليهودي اتاثر بالاشرار والعبادة الاوثان لما اتسابوا من بابل في وقت نبوخذ نصر. يعني حتى لما جم مصر ما سابوش اليهوديه، لا دول سابوا اليهوديه
كثره منهم جدا، رغم شعب الله اليهود معروفين تمسكهم بالتوراه قوي، لكن الفتره دي يعني بداوا يعبدوا اصنام وبقى كلامهم كلام امم وبقى حالهم صعب جدا. فمن هنا بدا سفر الرؤيا يقول ان ده رمز لايه؟ لعباده الاصنام والشر والشيطان. فيقول ايه؟ يقول ان جاموا على النار الكبير اللي هو الفرات فنشف ماؤه. نشف ماؤه يعني ايه؟ نهر الفرات يعني الشر نشف، نشف وبقى ايه؟ بقى ناشف. الملاك لما نزل غضبه نشف، يعني في المجيء الثاني بعد المجيء الثاني خلاص مفيش اشرار هيبقوا في الارض، انتهى كل شيء انتهى. والميه بتاعته نشف، يعني الميه بتاعته بقت فراغ، بقى في فراغ، بقى في فراغ في الروحيات، بقى في فراغ في الروحيات. زي ما كانوا يقولوا ايه؟ حفره ابار مشققه لا تعطي ماء، حفر ابار مشققه لا تعطي ماء، يعني تعطي ماء فارغه، يعني كل واحد ما ياخد من العالم ما يشبعش، فالابار تبقى مشققه، في ميه بتشرب زي ما قال السامريه، في ابار بتشرب منها لكن بتعطش. ليه بتعطش؟ بتاخد من العالم، فالميه هتنشف، هيبقى في فراغ روحي، مش هيبقى في حاجه. مياه نهر الفرات نشفت، كان اللي ممكن ياخد من الشر ما بقاش ايه؟ ياخد، او مش بقاش ياخد، ما بقاش يعني يستوعب، بقى ياخد ويغرف وعايز اكتر. النجاسة، الماديات، الحروب، وده على فكرة زي ما قلنا يمكن في اللحظة بتاعت يوم الحد الفاتح احنا الكلام ده قلناه، جاي كده بحيلك يعني مش بقالك يعني روح القدس، ان نفس العظة بتاعت البايبل هي نفس العظة بتاعت الاسبوع اللي فات والاسبوع الجاي، لان احنا في اخر السنة القبطية، فتملي المجيء التاني بيجي. فاحنا زي ما قلنا العظة اللي فاتت ان لما قال لهم هذا الجيل لا يمضي، اللي هو الكلام ده هيتقال، ان احنا في نهاية الايام، احنا في نهاية الايام. وزي ما قلت لكم ايه اللي اثبات ان ورقة الشجر التين اللينة وشجرة ورق التين دي اللي هي رمز لليهود اتجمعوا مرة تانية في القدس، النهارده متجمعين مرة تانية في القدس. فاحنا نهاية الايام دي تقول يا ابونا دي لا دي ممكن مئات سنين، بس احنا في نهاية الايام، لان اول ما اليهود هيتجمعوا والمسيح قالهم كده مدى ايه؟ ها رأيتم ايه؟ شجرة التين ايه؟ لانت ورق التين، ورق التين يعني ايه؟ يعني هيرجعوا تاني بس مش هيجيبوا ثمار، مش هيجيبوا ذبايح، يعني ذبيحة خلاص مفيش هيكل. حتى لما هيبنوا الهيكل مرة تانية الهيكل ده هيبقى ايه؟ مش هيتعبد فيه الله، هيتعبد فيه أصنام، ودي راكسة الخراب اللي اتكلم عنها دانيال النبي. يبقى إذا هنا ايه؟ إذا هنا بيتكلم على نهر الفرات، بيتكلم على ان خلاص نهاية الأيام، احنا في نهاية الأيام فعلا. بنلاقي الحروب، بنلاقي ان الحروب بتزيد مش بتقل، وبنلاقي الناس بدأوا ايه يسلكوا مسلك الشيطان. حتى المسيحيين بعيدوا عن ربنا خالص، النهارده هتلاقي فين وفين لما تلاقي حد يعني يروح الكنيسه، ما كلوش كنايس الامريكيه يعني ما وفي ناس كويسه طبعا يعني، بس بدات بس كلها عواجيز. النهارده اوروبا بقت بتبيع الكنايس، طب ايه اللي بيحصل؟ ده المسيحيين، ربنا يستر على بلدنا يعني. طب المسيح على اولادنا، طب ده المسيحيين، طب مالك بقى كمان العباد يعني ناس لا يعبدوا ربنا اصلا، والملوك بتوع البلاد بقى كل واحد يهمم مصلحته، حروب 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 حروب. طب ده كله ايه؟ ده كله على البدايه لكي يعد طريق الملوك، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس، علشان القديسين اللي زيكم. مدان قال يعد طريق الملوك، الملوك اللي هو احنا، يعني ربنا بيعمل كده ليه؟ لينا احنا. يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس، مدان قال مشرق الشمس يبقى من مين؟ من عند المسيح. الغرب رمز للعالم، الشمس والشرق رمز لمين؟ للمسيح. يبقى ده بيعملوا كده ليه؟ عشان القديسين يشربوا من ماء الحياة مش من مية الفرات، مش من مية العالم. ها المسيح بيجي تمالي من الشرق، قال مملوك بابل فهينشفوا وينتصروا ويعطشوا. نيجي لآية 13 يقول ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم الناب الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع. منظر آخر متعب، خلي بالك الجماد كان يعني حالها صعب شوي، لكن في مناظر كانت حلوة. كان في فترة كده قلنا حكينا على السماء وشكل السماء واللي في السماء، فمرة تلاقي الكلام يقبض ومرة تلاقي الكلام إيه؟ حلو. يقبض مش عشان احنا، لكن عشان نتعلم وعشان نشوف. اوعوا يقبض
ونعض على لسنتنا ونتعب ونقول ونجدف. لا، في ناس كتير تقول انا ما بحبش اقصف الرؤية، ده يخوف. يخوف ليه يا حبيبي؟ يخوف ليه؟ بالعكس، احنا نرتاح، السماء تريحنا، والكلام ده نقول اه يا رب لا تدخلنا في التجارب، خلينا ماشيين يا رب في ايه؟ في مخافتك، خلينا ماشيين في خوفك، خلينا ماشيين معاك، تملي في ظلك، تملي نبص على مشرق الشمس، تملي تبقى حياتنا كلها نور، حياتنا كلها صباح، مفيش مساء. نبعد عن ايه؟ عن النهر الكبير، نبعد عن النهر اللي هينشف، ها؟ نبعد عن الجامة الخمسة اللي هو عرش الوحش، ما نبقاش مملكتنا أرضية، نبعد عن ده. فما نخافش، بالعكس نحب نقرأ سفر الرؤية أكتر لما نفهمه ونفهم إن هو هيبعدنا عن الحاجات دي. فيجي يقول إيه؟ لكي يعد طريق الملوك الذين مشك الشمس، ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش، من فم التنين ومن فم الوحش. تمالي يجيب سيرة التنين والوحش، الاثنين هيبقوا واحد. الشيطان هيخش مع ايه؟ مع ضد المسيح. ممكن يبقوا واحد، ممكن يبقوا اتنين، بس الفكر واحد. زي ما قلنا قبل كده، الوحش الكذاب ومن فم النبي الكذاب، الثلاثه واحد. التنين والوحش والنبي الكذاب، الثلاثه واحد. مين النبي الكذاب؟ النبي الكذاب ده اللي هو انتي كرايست، ضد المسيح، اللي هيعمل نفسه المسيح الكذاب. ممكن ناخدها في اي عصر، مش لازم نهايه الايام. زي ما قلت لكم، هو سيف رؤيه يمشي معانا دلوقتي. مين التنين؟ العالم، العالم اللي بياخدنا. الوحش ايه؟ او التنين الشيطان. الوحش ايه؟ العالم اللي فاتح كل ضلوعه لينا، بقه ماديات، العمل، الشغل، مش قادرين، مش قادرين نجي الكنيسه. فم الكذاب، النبي الكذاب ايه؟ النبي الكذاب ده النبي اللي انت بتمشي وراه. مين هو النبي الكذاب؟ ذاتك، ذاتك، ذاتك اللي بتضحك عليك. طب انت هتعمل ايه؟ ما نبي كذاب، نبي يبان انه نبي. هتعمل ايه ما انت غصب عنك عشان ولادك؟ هتعملوا ايه يا عم؟ يعني هو خلاص، هو ربنا ابونا ده مزودها شويه، قال لك ولادنا ولادنا ولادنا، ولازم جمعه وسبت وحد واثنين يا عم كبر، مش لازم غصب عننا. انا بقول حاجه حقيقيه، سبب غصب عنك بس ما تسيبش نفسك، ما تسيبش نفسك. مره وعدت، لكن بعد كده طب اعمل ايه؟ لا خلي بالك، الولاد بداوا يتعودوا على عدم مجيء الكنيسه، بداوا ما يصحوش بدري، ما ياخدوش الجسد والدم المسيح، لا ما ينفعش، وبداوا يبقى لغتهم لغه العالم، ده النبي الكذاب. وتقول معلش، ما الولاد كلهم كده، وانا نعمل ايه؟ ما الناس كلها بتعمل كده بقى. الناس دي احنا بنقارن نفسنا بالناس بتاعت العالم. انت ابن المسيح، بتقارن نفسك بالعالم، فده فم التنين، فم الوحش، فم النبي الكذاب. ثلاثه ارواح نجسه. شوف لك ايه الثلاثه دول؟ نجسين، نجاسه فيهم، نجاسه الفم، نجاسه الحواس، نجاسه الجسد، شبه الضفادع. طب اشمعنى شبه التفاضع؟ اشمعنى شبه التفاضع؟ ليه التفاضع؟ اشمعنى التفاضع يعني؟ اس التفاضع دي في كذا حاجة تمشي مع التفاضع. اولا الضفدعة تمالي تطلع في الايه؟ في الضلمة، ما تشوفش ضفدع الصبح. والخطية تمالي تظهر في ايه؟ في الضلمة. تملي الناس تعمل خطية في الضلمة، روح الشياطين حتى تملي الناس الكبار يقول لك ايه؟ ها تملي نور نور كده في اي حاجه عشان الشيطان، ها بالليل، فكر غلط يعني، لكن في يعني رمز يعني، تملي الشيطان يضحك عليك في الضلمه مش في النور. عشان كده اولادنا لما يجي يقولنا يا ابونا دي خطيه ولا مش خطيه، يقول له تقدر تعملها قدام الناس؟ لا، يبقى دي خطيه. يعني ازاي تعرف انها خطيه ومش خطيه؟ لو عملتها في الضلمه مع نفسك يبقى خطيه، لو مش خايف من حد بتعملها. طبعا لا، لو واحد بقى، واحد بقى ايه بقى يعني، سوري يعني ايه، من كتر ما بيعمل فما بقاش همه، لا الموضوع تاني. لكن لو واحد كده يعني برضه فيه لسه، لكن خايف مش عايز حد يشوفه ويرتبك لما حد يشوفه، بقى ده ايه؟ دي خطيه. فالضلمه، فالضفادع بتسجل في الضلمه. ايضا الضفادع صدع مزعج. في حد يتحمل صوت الضفدعه؟ الصوت بتاعها ده بيتعب. فصوت الخطيه صوت متعب، صوت الشر متعب، الشيطان والروح الشريره صوتها متعب. ايضا الضفدع بيعيش في الوحل والطين، مش كده؟ بيجي من الوحل والطين. فالخطيه وحل وطين. فبيقول لهم هنا ايه؟ او النبي بيقول ايه؟ ومن فم الكذاب الثلاثه ارواح نجسه شبه ضفادع. يعني ايه؟ فيها وحل، مزعجه في الظلمه. طبعا مزعجه لمين؟ لاولاد الله. اولاد العالم اتعودوا على الصوت ده، بقى يحبوا الوحل، يشتهوا الوحل.
أرواح الشياطين تفاضع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل مسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء. فإنهم أرواح إيه؟ شياطين صانعة آيات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الثلاثة دول أرواح نجسة شبه تفاضع، أرواح شياطين بس إيه؟ صانعة آيات. كبك من الحتة دي، لأن كل مش كل من يعمل آية يبقى من المسيح. طب هو لما موسى واقف قدام فرعون، فرعون جاب صحر، كانوا بيعملوا ايه؟ ايات. بايه؟ بالشياطين. يبقى لما تيجي تقول لي يا ابونا في حد بيعمل ايات او معجزات انا همشي وراه، مش ده الانتكيت انك انت ده ابن ربنا. بيعمل ايات بروح الكتاب المقدس. يعني ايه بروح الكتاب المقدس؟ بتواضع، بطاعه للآباء بتوعه. يعني مثلا هديكم مثلا، معلش يعني الحته دي بس تهمني عشان الناس ساعات بتألف. يجي واحد راهب يا ابونا ده قديس، ليه؟ بيعمل معجزات. طيب خرج بره ديله بإذن من الرئيس بتاعه؟ لا، اتعامل مشكله مع الرئيس بتاعه، اخطيت بدل ما نجي دعوه بيه. ما هو كده، هو كده بيعمل ايات من خلال كتاب مقدس بطاعه، اللي ما هزوه غصب عنه اسمه ده راهب. هو طاعه، هو جاي عشان يعيش، هو راح ده عشان يعيش فقر اختياري. فلما اي حد بقى منا احنا كده، ما فيش حاجه اسمها معجزه من غير كتاب مقدس. بس ممكن يعمل، ممكن يعمل، ما هو والمسيح نفسه قال هيعملوا معجزات في اخر الايام، ومش في اخر الايام هيعملوا معجزات. لكن المعجزات دي ايه؟ تعني ايه؟ ما هي صانع آيات تخرج على ملوك العالم وكل مسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء. هيخرج الملوك بالآيات دي، الآيات اللي إيه؟ الكاذبة، اللي ضد الكتاب المقدس مش مع الكتاب المقدس. طب إحنا وما عشناش آخر الأيام، إزاي نفسر الآية دي دلوقت؟ نفسرها بطريقة حلوة أوي. مش الآية هي اللي تثبتك في الإيمان، أنت ليه بتجري ورا الآيات؟ الآيات تثبت فيك الإيمان. انا مش ضد الايات ولا ضد المعجزات، بالعكس انا راجل احب المعجزات جدا يعني، بس المعجزه هتفيدني ولا تبعدني عن الكنيسه والاسرار وتبعدني عن الكتاب المقدس وتخليني اسيب كل حاجه وامشي ورا ده؟ لا، لو كده مش هت... مش هعمل بيها حاجه. خرج تخرج على الملوك كان اعلى حاجه، ها هم عايزين ده عشان ايه؟ يطلعوا الحرب. لكن احنا اولاد الله، دعاء سلام، ما دام في حروب يبقى دي مش ايات بتاعت الانجيل. لو تجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم والله القادر على كل شيء، احنا بالنسبه لنا احنا ايه؟ لا تقبل صناع السلام. اي ايه فيها حرب مش بتاعتنا. يجي واحد يقول لك ازاي احنا هنخش البلد باسم المسيح علشان نغلبهم؟ انت بتحارب باسم المسيح؟ ما ينفعش. مفيش حرب في الـ في الـ في الـ ما ندخلش الدين في السياسه. ما ينفعش، ما ينفعش. ها أنا آتي قلص. دي جاية لنا بقى على إيه؟ على نهاية الأيام وعلى إيه؟ المجيء الثاني وعلى الأناجيل اللي قريناها الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي جاي. مرقس 13 ها ومتى 24. جاية لنا على الـ على الإيه؟ على الـ آتي كإيه؟ قلص. طبعًا خلي بالك ذا سيم برضه نفس في الرؤية، رموز، ربنا اختار رموز. هو ربنا لص؟ لا، قلص يعني إيه؟ لص إيه إيه بقى؟ ما لص في حاشا ربنا مش، لكن لسه هنا ايه؟ انه بيجي فجاه بغده، مش هيقول لك انا جاي امتى. فالموت بيجي ايه؟ خالص. الموت بيجي خالص وربنا قال كده. والمجيء الثاني ايه؟ محدش يعرفه. هيجي ايه؟ بس فجاه. هيبقى في بوادر، في علامات، بس العلامات دي مش عشان نعرف اليوم، لان لو عرفنا اليوم برضه مش هنتوب لو احنا بعاد عن ربنا. لكن العلامات دي عشان ايه؟ عشان نعرف مين النبي الكذاب، مين الوحش، مين اللي ضد المسيح، عشان نعرفه ما نمشيش وراه، عشان نعرفه ما نمشيش وراه. يبقى اذا هنا قلص عشان ايه؟ قلص هنا ان خلي بالك الموت بيجي لك قلص. دي متعبه شوي، تتعب. بس ساعات الواحد يقول لك ايه؟ شوفوا، ما هو الموت ده كل واحد يفكر بطريقته. واحد يقول لك يا رب خدني على رجلي ادرس، واحد يقول لك لا اديني فرصه عشان اتوب. فانت طب ما تخليك تايب، وليه تستنى؟ ما تخليك يعني احنا شفنا اهو قريب خالص. طبعا من الواحد كل يوم بيسمع
لكن اخر حد كان انبا كولوسوس في ميلانو، الراجل حط راسه ما صحيش. وناس لك هو كان عارف، ممكن كان عارف، بس في الاخر مات موته حلوه. يعني واحد رأي حد يعني من ابائك ده بينام يصحى يلاقي نفسه في السماء، يعني يفتح عينه يلاقي نفسه في السماء، حاجه حلوه خالص يعني. ولو كده قاعد كده هادي كده مفيش اي حاجه، حاجه حلوه. فيعني انا عايز اقول لكم ايه، بس في الاخر ايه، سيدنا كان اكيد يعني اذا كان تملك كل وعظاته كان لهم كده، خلي بالكم حياتكم مش دايما. العظه اللي قبليها على طول قبل اليوم، اليوم السبت، يوم السبت كان السبت هو تنيح امتى؟ يوم عيد العذراء مش كده؟ اتنين. طيب لو كان السبت كان صباح الاحد ما عملش رديس حد، وكان غريبا هم قالوا لهم انا مش هصلي بكره، واستغربوا ان هم مش هيصلوا. مش عارفين عارف الحكايه دي ولا لا؟ يعني يوم السبت، يوم يوم السبت بالليل وعظ وعظ وقال لهم يا اخواتي احنا كلنا رايحين، كلنا كلنا بكره بقى. يعني يعني قال حاجه بما مش فاكر اول جمله، ها هنمشي فجاه، هنمشي فجاه، هنمشي فجاه. وبعدين خلص العظه، فالاباء الكهنه قالوا له يا سيدنا هو انت بكره يوم الاحد هنصحيك الساعه كام؟ القداس باكر الساعه 7. قالوا لا بكره مش هعمل القداس، كان يوم حد. هو بيزور الكنايس وقال لهم اعملوا نهضه العذراء قبل نهضه العذراء بيومين، ودي برضو غريبه. قالوا لي سيدنا ما اعمل بس عشان يلحق يعدي على كل، لان هو كان متعود كل كنايس الابروشيه يعدي عليها في نهضه العذراء، كل كنايس الابروشيه، فعدى على كل اخر كنيسه راحها كنيسه جديده اللي عملها في الدير، كان عامل دير والكنيسه في. فقال لهم قال لهم هنموت فجاه. جم بالليل، طب ده دير ازاي، ازاي مش هتعمل قداس يعني غريبه دي. فقالوا لهم لا انا بكره مش، انا بكره مش هعمل قداس يا سيدي. ما انصحكش؟ لا ما انصحونيش، بكره مش هعمل قداس. استغرب، طلع نام. فجمعة الساعة 7 ولا 6 قالوا ايه نخبط عليه، احتمال ايه؟ طبعا الكهنة عايزين سيدنا يعمل معاهم القداس يعني، فنخبط عليه احتمال يصحى. خبطوا عليه ما ردش، خلصوا القداس وراحوا يخبطوا عليه تاني ما فتحش. فتحوا لقوا ايه؟ نايم جوه ميت. جابوا الدكتور ده هتنيح الساعة 6 الصبح. ده انسان الناس جاهزه يعني. اما كروز انا ما شفتوش الا مرتين يمكن، ماليش علاقه بيه، بس انا كنت احبه جدا يعني. لما كنت اشوفه اشوف صورته بس ابقى مبسوط، حتى نياحته مفرحه. دي الناس ايه؟ دي الناس اللي هي ما بتقلقش على حياتها، دي الناس اللي ما بتقلقش، دي الناس اللي ما بتقلقش، اللي كل الكلام ده بالنسبه لها كلام مش متعب، كلام مفرح. ان انا اتي قلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. ثيابه ايه؟ ثيابه ثيابه من الوحي. ثياب ايه؟ ثياب المعموديه. انتم لبستم ايه؟ المسيح، التقوى، الحب، الوداعه، كل ده لبستوه من المسيح. فيقول لك ان اليوم ده طوبى للناس اللي هتسهر ويحفظ ثيابه للي يمشي ايه؟ عريانا. مع ان الناس اللي في العالم فاكرين هم متكسين، ده انا ايه، ده انا مكاسي نفسي، ده انا عندي اللي يكفيني ويكفي ولادي. اشكرك كويس بتقول اشكرك، لكن كمان هم مش بيقولوا اشكرك، عايزين تاني عشان نكفي اولادنا، دول المكسين. واحنا يقولوا علينا انتوا العريانين. انت ايه ده، ايه ده، انت بتعمل ايه؟ انت تقدر تعيش كده؟ اه يا عم انا اقدر اعيش كده، معيش ليه؟ وانا هكنس ليه؟ ما الموت بيجي لص، وحتى لو والموت ما جاش لص وانا عايش، بس لو لص جه هيسرق بيتي مش هتقول حاجه، زي اللي عمل مخازن مخازن مخازن، بعدين في الاخر قال له تعالى يا غبي انا عملت ايه؟ وانا عم كنز اكنس اكنس اكنس. طب انت بتكنس ليه على الارض؟ الصدى والسوس. طب ما تكنس في السماء، اللي هو في كنز في السماء، راك في بنك في السماء، في بنك، بنك ايه؟ ده بانترست ايه ده البنك ده؟ انت في البيت انترست، ما فيش انترست، هتحط فلوس اهو قاعده، يجي واحد يسرقها، ولو ما سرقتش قاعده ما بتعملش حاجه. لكن في الاخر انت لما تحط في السماء كنز في السماء، حيث ايه؟ لا يدنو منه السوس. وانترست ايه؟ انترست دي اخر حاجه، هقعد مع المسيح، هقعد مع مملكه، مملكه السمائيين. اكنس اكنس في السماء، ده طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه، للي يمشي عريانا. تخيل واحد يمشي عريان فايه؟ فيروا ايه؟ عريته. فوق هنبان عريتنا، هيبان. فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانيه هرمنجدون. فجمعهم، ايه هرمنجدون ده؟ برضه ده برضه عليه كلام كتير قوي والتفاسير فيه كتير قوي، بس انا مش هطول عليكم، انا هقول لكم في كلمتين.
هرمجدون ده مكان في فلسطين، واكتر مكان في العهد القديم حصل فيه حروب. فزي ما قلنا طبعا جه سيرته في سفر القضاء وقت جدعون وسفر الملوك، ويعني في كتير جدا من العهد القديم جه سيرته. هرمجدون ده هو جنوب فلسطين وحصلت فيه حروب كتيره جدا جدا جدا. طب هنا جابوا ليه رمز برضه زي ما قلنا على بابل؟ دي ابسط حاجه، ابسط تفسير يعني. فهنا ادي كاليستو لمن يسخر لم يمشي علينا في رؤيته، فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانيه هرمجدون. زي ما كان هرمجدون ده في العهد القديم رمز للحرب، في الاخر ربنا هيعمل ايه؟ هيحاربهم بنفسه. هيحاربهم، هيحارب مين؟ اللي احنا بقى قلناه خالص في الجامعة الستة او في المناك السادس، اللي هم ايه؟ التنين والوحش والكذاب، النبي الكذاب، في شبه الضفادع، روح نجزة في شبه الضفادع، وكل من ايه؟ من يتبعهم. ثم سكم الملاك السابع جامع على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء. نمشي الجاي ده بسرعة، احنا كده وصلنا لاخر جامة. نفتكر بقى كده بسرعة الجامات السبعة قبليهم كانوا ايه؟ كان الابواق، قبلهم الختوم. يبقى عندنا سبع حاجات، اربعة سبعة، سبع كنايس ده في الاول خالص، وحكيناهم كتير وقلنا عنهم كتير، مش هنحكي عنهم كتير. الختوم سبع ختوم، الختوم هم ايه؟ اعلانات، اعلان. ابواق انذارات، جامات ضربات. انا كده افكرها لكم كده بسهولة. مثلا انت ماشي فتملي على الفريوي مكتوب صينات، خلي بالك من سبيد ليميت، كليك السيت بيلت، نو درينك نو تراكس، دي اعلانات اهو. ففي الاول ايه؟ ختوم، اعلانات، خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك. طب يجي بعد كده ايه؟ انذارات، عملت غلطة فبيقول لك ايه؟ دي بكذا، ادي ايه؟ احنا عندناك ايه؟ وورنينج. تيجي بعد كده بقى ادفع بقى، جامات ضرب بقى، يجي لك البوليس يقول لك ادفع. عشان نفتكر كنايس، ختوم، الاعلانات، ابواق، وبعدين ايه؟ جامات. الجامات ده تحصل امتى؟ في اخر الايام، اللي هو ايه؟ المسيح لما حددها من مرة فاتت الانجيل اللي فات لحد اللي فات والانجيل ده، في نهاية الايام اللي هي ايه؟ المسيح الايه؟ الكذاب، وما قبل مجيء المسيح. اول من الملاك السابع سكب غضبه على الهواء، حدث صوت عظيم من هيكل السماء، من ايه؟ من العرش الاله. المسيح له كل مجد، خلاص بقى الجامة السبعة هيظهر بقى المسيح الايه؟ المسيح في المجيء الثاني في السماء، هيظهر وياخد الانفس. فعشان كده حصل ايه؟ اول ما سكب الملاك السابع غضبه في الهواء، اول مملكة السابع هينزل على الهواء، هيبتدي ايه؟ المسيح يبتدي ايه؟ يظهر في المجيء الايه؟ في المجيء المجيء الثاني. ويقول لك قد تم، من العرش قد تم. تم يعني ايه؟ يعني خلاص خلصت. ودي اخر علامة، اخر علامة قبل الحساب، قبل المجيء الثاني، اللي هو ايه؟ اللي هو علامة الصليب في السماء، وعلامة المسيح اللي هيجي ايه؟ في السحاب. دي اخر علامة، دي يمكن تاخد ايه؟ مبي ثواني، مبي دقايق، خلاص اللي بعديها ما فيهاش توبه. يعني في علامات كده، فكنا احنا في العلامه الاخيره، اللي قبل الاخيره، اللي هو اندي كرايست. العلامه الاخيره بقى ايه؟ الملاك السابع اللي هيجي، علشان يجي بعديه على طول مين؟ المسيح. الملاك السابع ده ممكن يكون ملاك مخاييل، مبوق، مبوق في السماء. قد تم، هتلاقي نفس الكلمة دي قالها المسيح لكل مجد امتى؟ على الصليب، قد ايه؟ قد اكمل. يبقى المسيح هيقولها مرتين، قالها مرة في المجيء الأول، بس المجيء الأول مش جاي عشان يدين، المجيء الأول جاي عشان ايه؟ يخلص. لكن المجيء الثاني جاء تم، قد اكمل وقد تم، قد تم ايه؟ تم النهاية. النهاية اللي ما فيهاش بعديها ايه؟ خليقة، خلاص خلصت. فيها بداية فين بقى؟ في السماء. هنروح يوم جديد، يوم مفهوش ظلام، يوم مفهوش متاعب، يوم مفهوش تعب. يبقى إذن أول يوم قال الملك على خشبة لما قال قد أكمل، وتاني مرة قد إيه؟ قد تم. ساعتها الطبيعة كلها هتتغير، ودي قلناها في وعظة برضه رجع لها كده من سنتين كده، اللي هي إيه؟ اللي هي نهاية الأيام هتبقى فيها إيه؟ ودي قالها القديس بطرس الرسول، إن كل حاجة هت إيه؟ هترجع لأصلها،
والارض هترجع تاني خاربه، وكل الايه كل الطبيعه هتسيح. طبعا في كلام كتير قوي على الموضوع ده، وممكن يكون في وعاظ ياخده في الحته دي او ياخده في موضوع المجيء التاني ده عظات، بس احنا عشان نختصرها، ده ممكن يحصل ازاي؟ ممكن يحصل الانسان نفسه يعمل ايه، هو اللي ينهي على نفسه. مبي ناس بتقول بالقنبله الذريه، مبي اي حاجه، يعني هو ربنا هو اللي مدبر، بس الانسان يعني ربنا مش هيعمل كده. لا لا لا، هيبان ان في حاجات معينه تظهر، حروب وبعدين في الاخر واحد يروح مخلص العالم كله بطريقه معينه. بس قبل هيحصل ده، هيحصل رعود وبروق وحصد زلزال عظيمه لم يحدث مثلها منذ صار الانسان على الارض. يعني كل المسيح قال على مبتدئ الاوجاع ده، دي كانت رموز. فول كنوح ده كان رمز، الزلازل اللي احنا بنشوفها دلوقتي رمز، الاعاصير اللي احنا بنشوفها دي وعماله تزيد علينا دي كلها ايه، حاجات صغيره. لا نهايه الايام بقى الموضوع بقى يعني موضوع نهايه الايام الدنيا كلها تتربك في ايه، في لحظات، في لحظات. حتى هدم هيكل سليمان في سنه 70 تيتوس ده، لا ده كانت ايه، كانت كده ايه حاجه كده يعني ايه، يعني زي ما بيقولوا بدايزر، يعني مش حاجه يعني لا، بس هو الشكل هيبقى الشكل ده زي نوح الشكل ده الشكل، لكن لا الموضوع هيبقى اكبر من كده. شوف لم يحدث منها منذ صار الناس، يعني لو احنا شفنا بعد الشر طبعا ربنا ما يسمحش نعيش الايام دي، لكن شفت لما شفت العصير بتيجي كده تروح داخله كده وتشيل تشيل تشيل تشيل، دي ولا حاجه. شفت الزلازل دي ولا حاجه، بيقول لك ده ايه، يبقى زلزله عظيمه لم يحدث بسبب منذ صار الانسان على الارض، زلزله بمقدار عظيمه جدا. طب مين يورينا ده؟ ما حدش هيشوفها، وهي تحصل مره واحده بس، اللي بعديها هتبقى العالم ايه، هينتهي. وصارت المدينه العظيمه ثلاثه اقسام، ومدن الامم سقطت، وبابل العظيمه سكرت امام الله ليعطيها كاس خمر سخط ايه، سخط غضبه. المدينه العظيمه ثلاثه اقسام، يعني هنا بيقولوا ان احتمال يكون في ثلاث قوة في العالم في الآخر، في ناس بتفسرها كده، في ثلاث قوة في العالم هيتصارعوا وهيبقوا في الآخر هم ولا شيء. المدينة العظيمة ممكن تكون في بلد كبيرة متحكمة في العالم، هتتقسم ثلاث أقسام، ممكن محدش عارف. يعني هل المدينة عظيمة؟ هل دي مجرد رمز؟ صارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام. طبعا الكلام ده حصل برضه له رموز، يعني لو احنا رجعنا زكريا 14 هنلاقي الكلام ده حصل برموز في جبل الزيتون، ان هو برضه بيقول ان هو هنشق نتيجه الزلزال، فالمدينه العظيمه دي هي اورشليم هتنقسم ثلاث اقسام، ممكن برضه ممكن. ومدن الامم تسقط، انا الايه راحت مني، ومدن الامم سقطت، وبابل العظيمه ذكرت امام الله ليعطيها كاس خمر سخط غضبه. بابل كمان هتسقط والامم هتسقط، امام الله ليعطيها كاس خمر سخط غضبه، يعني حاجه عارفه زي ما واحد يكون مش حاسس باللي بيعمله، ها اللي بيشرب خمر ده مش حاسس باللي بيعمله، ها فيعني بيقول ان ربنا في الوقت ده هيجمد قلبه قوي، هيجمد قلبه قوي، والرحمة اللي عملها في العهد الجديد بعد ما جيئه، لا 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 ما تقومش بقى كده خالص خالص، يعني نهاية الأيام خالص، الناس مش واعية، والناس هتفجر بطريقة غير عادية. فهنا هيبين ربنا إيه عظمة غضبه وعدله الإلهي هيوضح. طبعا كل ده لمين؟ للناس، عشان برضو محدش يقلق، دول الناس اللي هي إيه الماشيين تبع الوحش والإيه والتنين والنبي إيه والنبي الكذاب. وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو صقر وزنه نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. طبعا هنا برضو البرد برضو بمعنى البرد الروحي، البرد الروحي، ها كل الناس دي برضو مش هترجع نفسها إلا في الآخر خالص، ها بعد بقى ما الإيه ما الدنيا تخلص، هيقولوا يا ريتنا كنا سمعنا وفهمنا كلمة ربنا. طبعا الأصوات هنا أصوات الأصوات، يعني هنا يقول لك وصارت مدن عظيمة جدا، يقول لك سمع صوت أصوات، ها صوت عظيم من هيكل السماء من عرش قائلا قد تم،
في صوت من السماء واضح. ممكن احنا برضو في الايام دي نعتبر صوت السماء ده ايه؟ الصوت اللي بيجينا من الهيكل توبوا، الصوت بيجينا من الوعاظ توبوا، الصوت بيجينا من الاباء الكهنه توبوا، صوت من السماء توبوا، من العرش. خلي بالكم الايام قربت. ده عايز يقوله في سفر الرؤيا في الاصحاح 16. ربنا يدينا بركه ونعمه من نبقى مستعدين لكلمه الله لكل مجد دائما الابد امين. اي اسئله؟